مقادير السمك بتاعنا. انا عندي كيلو من السمك المسلوق، سلقته في ايه يا يسري؟ سلقته في شويه ملح وميه وعصير ليمون وزعتر، حتى الليمون بعد ما عصرته حطيت القشر جواه عشان يديني نكهات. تاني كيلو من السمك المسلوق، كيلو من فيليه السمك المسلوق عليه زعتر وملح وميه بعد ما سلقته، خدته كده فضيته زي ما هو كده وصفيت الميه، وخدت من الميه بتاعه السيليه دي نص كوبايه مرقه هحتاجها. تعالوا نقول مقادير بقى، كيلو سمك فيليه مسلوق ونص كيلو من البطاطس المسلوقة 50% بقشرها ومبشورة، وعندي كمان 2 بيضة وعندنا فصين توم ومعلقتين كزبرة خضراء ومعلقتين زبدة وكمان معلقتين دقيق وكوباية من اللبن ونص كوباية من الجبنة المبشورة. هقول تاني مقادير كفتة السمك لوحدها. يعني ايه كفتة السمك لوحدها؟ هي في حاجة تانية؟ في حاجة تانية. مقادير كفتة السمك لوحدها، كيلو سمك فيليه مسلوق في مية في عصير ليمون وشوية من الزعتر وشوية ملح فقط. وبعدين نص كيلو من البطاطس سلقناها بقشرها وبشرتها 50% سوا، يعني بتبقى لزجة شوية. وبعد كده عندي 2 بيضة وفصين توم، معلقتين كزبرة خضراء، معلقتين زبدة، معلقتين دقيق وكوباية لبن ونص كوباية من الجبنة المبشور. بعد ما هعملها كفتة هحمرها في الزيت واحطها في صوص. الصوص عبارة عن ايه؟ معلقتين جنزبيل اخضر مفروم وفصين توم وبصلتين خضر متقطعين شرايح ومعلقة زيت ومعلقتين من الشيلي صوص حلوة موجودة في السوبر ماركت، بتبقى لونها في احمر كده وفيها شوية شطة مع حلاوة. عندي كمان معلقتين من الصويا صوص ونص كوباية مرق. الصوص تاني معلقتين جنزبيل، فصين توم، بصلتين خضر متقطعين شرايح، معلقة زيت ومعلقتين شيلي صوص حلوة ومعلقتين صويا صوص، معلقة صويا صوص، وأخيرا نص كوباية من المرق. أول حاجة هعملها قبل ما أعمل الكفتة هنجيب الزبدة والدقيق وهنعمل حاجة زي البشاميل. هنحط الدقيق ونحط عليه الزبدة ونقلب مع بعض وننزل عليهم باللبن. بشاميل ولكن تقيل، بشاميل ولكن تقيل. تاني حطينا الزبدة والدقيق مع بعض اهو بدون اضافات خالص، شايفين؟ وانزل عليه باللبن، كوباية اللبن، وهنعمل حاجة زي البشاميل التقيل. كل ده جوه الكفتة، كل ده جوه كفتة السمك، لانها حاجة جديدة وانا ما بلاقي حاجة جديدة تعجبني واجربها لازم اجيبها لكم وتجربوها. يا سيف. الو. الو. هيا سيف، ازيك؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي، سامعك. كويس. اتفضل، انا سامعك، اتفضل. انا جربت البسكوت الماجيك وطلع جميل جدا. بالهنا والشفا. انت اللي جربته ولا ماما اللي عملته لك؟ لا، ماما عملته لي. طيب انا لو بحسب، لو انت اللي جربته كنت جبتك تعمله معايا هنا، ايه رايك؟ ماشي يا سيف، يا ربنا يخليك. ليك سؤال يا حبيبي. عايز طريقه الفراخ المندي. المندي، حاضر، من عينيا. حاجه تانية؟ بشكرك يا سيف على اتصالك. البشاميل اللي عندي اهو استوى، شايفين اهو كله قدامكم على الهواء مباشره. ادي البشاميل هناخده كده وهو سميك، نضيف عليه الجبنه المبشوره ونضيف عليه البيضتين وهنديله شوية ملح صغيرين وشوية فلفل. تاني على البشاميل أضفت الجبنة المبشورة وهو سخن وأضفت البيض وقلبت كده أهو، وبعدين هنروح نحط فين؟ في المكنة بتاعتنا. هخلي بس معلقتين كده احتمال يطلع العجينة طرية أقدر أعالج بيها. بعد كده هحط البطاطس بتاعتي المسلوقة المبشورة، وهنحط الكزبرة الخضراء، وهنحط التوم. الله، التوم سليم؟ التوم سليم، لأن لسه الكفتة دي هتتحمر. وبعد كده هاخد عليها السمك بتاعنا، بس هنشيل بقى الليمون والزعتر. يا أم شيماء. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ربنا يخليك. الله يكرمك. عايز اسال على طريقه الشيش طاووق. الشيش طاووق، حاضر، من عينيا. ربنا يخليك. حاجه ثانيه؟ الف شكر. حاضر، هقول لك على الشيش طاووق، حاضر. عينيا. بشكرك على اتصالك. احنا حطينا هنا بقى ايه تاني نذكركم؟ انا عملت بشاميل من معلقتين دقيق
ومعلقتين من الزبده، وعملت كمان عليهم اول ما بدا يتجانس مع بعض نزلت عليه بكوبايه لبن، وبعد كده حطيت عليه بيضتين وحطيت عليه نص كوبايه من الجبنه المبشوره، وحطيته في المكنه، وحطيت عليه كيلو السمك الفيليه، كيلو السمك الفيليه المسلوق، وكمان نص كيلو البطاطس المسلوقه 50% سوى ومبشوره. وبعدين هناخد كل ده بعد كده علشان نرفعه كده ونجيب معلقه الايس كريم بتاعتنا ونعمل بولات صغيره. لو عايزين تعملوها دخلوها الفرن بس ترشها بالزيت مفيش مشكله، عايزين تحمرها في الدقيق مفيش مشكله يا مدام ايمان. طبعا الفل يا شيف يوسف. اهلا بيك يا فندم. ايه الحاجات الحلوه دي يا شيف؟ اشكرك ربنا يخليك يا رب. الله يبارك لك في صحتك يا رب. ده من ذوقك، ربنا يخليك يا مدام ايمان. لا والله بجد يعني حاجات فعلا يعني كل يوم جديد في جديد. الحمد لله رب العالمين. ده بفضل بفضل دعائكم وتوجيهاتكم. الله يخليك. بندعي لك من قلبنا والله، ربنا يصلح حالك. الله يبارك في عمرك. حلوه قوي المقوله اللي انت بتختمها كل يوم، لازم نحب بعض يا رب فعلا. يا رب. اه بجد والله يا شيف يوسف. الله يخليك. هات لي بوله ساعتين. بقول لك يا شيف يوسف بقى، الله يخليك بقى. بص يعني ما تنسانيش النهارده قبل ما تقفل البرنامج، انا عايزه كوكيز الشوفان بالشوكولاته عشان اعمله بقى، اخده معايا بقى. حاضر من عينيا. اوعى تنسى. طب هقول لك على حاجه، النهارده احنا عاملين بسكويت بالشوكولاته حلوه قوي. ايوه هقول لك عليه. بسكويت بالشوكولاته حلوه. ها يعني ممكن اخده معايا ان شاء الله؟ بس تحطيه في علبه عشان الشوكولاته بتبقى شويه طرية مش جامدة قوي. حاضر هقول لك عليه. حاضر. بعد كده انا بقطعه بمعلقة بالكرة قصدي بتاعت الايس كريم، معلقة الايس كريم زي ما انتم عايزين، وعشان اطلعه لانه لازق شوية، علشان اطلعه سليم ببل كل شوية المعلقة بالمية، واخد واروح بقى على الزيت علشان نحمر. لو عايزينه تعفروه بالدقيق من فوق ومن تحت، انا منزله على دقيق اهو، هنعفره بالدقيق من فوق وتحت. بعد على بال ما نقطع كده او سعد هيقطع لي شوية، هنروح نعمل الصوص بتاعنا، علشان دلوقتي انه قال لي هيقول لي عايز فصل. هناخد شويه الزيت نحطهم في الطاسه، هتقول انت اهو سامعك لسه بتفتح المايك، وهنحط الثلاثي اللي هم البصل والجنزبيل والثوم، الثلاثي بتاع شرق اسيا اهو، بصل جنزبيل ثوم، ولكن احيانا بيبقى البصل العادي، يعني البصل اللي هو ايه مش الاخضر، بس البصل الاخضر في الاكله دي بيدي تيست حلوه قوي. وهنيجي هنا الزيت سخن اهو، هناخد على طول الكفته بتاعتنا ننزله في الزيت السخن بشكلها العشوائي ده. اه بشكلها العشوائي ده، انا مش عايز اعملها كور ولا الفها ولا اعمل، انا بطلعها زي ما هي كده هنزلها في الزيت. وبعد ما اخلص وده يدبل معايا البصل والثوم والجنزبيل، هديله الاول نص كوبايه المرق، وبعد كده التشيلي صوص الحلوه والصويا صوص، وده اللي هنشوفه بعد ما نرجع من فاصل، عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل. ورجعنا لحضراتكم، وده شكل السمك، كفته السمك. عايز اقول لكم حاجه بس، شايفينها من بره هشه هشه مقرمشه، اوريكم حته من القشره بس اهي، شايفين الهشاشه اللي فيها دي؟ حاجه يعني جديده، طعمها هيعجبكم قوي. لما احنا نيجي بقى نقدمها، هنقدمها بطريقتين. بعد ما عملنا الصوص يا حما، هناخد شويه من الصوص كده نحط فوق السمك على طول اهو. اهو معايا يا نقلي، يا سلام عليك حبيبي اهو. يا اما اللي مش عايز بقى ياكل كده الصوص عليه كمان شويه، ياخد السمك يغرفه زي ما هنغرفه دلوقتي ويحطه في بوله وندلق عليه الصوص. يعني ايه؟ هوريكم دلوقتي حاجات كده تعملوها في البيت كانكم قاعدين في ارقى مطاعم في العالم، يعني مش في مصر بس. اهو ادي الكفته، وقلت لكم شكلها العشوائي ده بيدي كده شكل سريالي حلو قوي اهو. بعد ما حطينا الكفته كده هنيجي هنا نحط صوص كمان في بوله، كمان اهو كمان، ونقوم دلقين البوله. يعني ايه دلقين البوله؟ يعني جايين هنا كده ومنزلين البوله بالراحه دلقينها بس بالهنا والشفا. بعد ما عملنا السمك والكفته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وقدموها بالشكل ده، ليه؟ ايه اللي هيحصل لو قدمتوها بالشكل ده والصوص كده نازل يعني بيدلدق زي ما بيقولوا؟ وبالهنا والشفا بقى، مش عايز اقول لكم غير ان طعمها هيعجبكم جدا جدا.